الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد إلينا سؤال تقول فيه الأخت السائلة: هل يجوز لي وضع قطرة العين والأذن والأنف في نهار رمضان؟ نجيب عن الأخت السائلة ونقول: إن قطرة العين والأذن لا يفسدان الصوم، لأنهما ليس منفذين للطعام ولا للشراب. أما قطرة الأنف فإن كانت لا تصل طعمها إلى حلقك فلا بأس بها، أما إذا وجدت طعمها في حلقك فقد فسد الصوم، وعليك الصوم يوما بدلا منه، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف، فكذلك القطرة. والله تعالى أعلى وأعلم.